دائما نخلي جوج لهذا الشيء باش نخلي الناس بحال هكا تتولي العرقلات يولي التوتر حتى تيوقع مشكل فهمتي تنتظر هكا تيوقعوا المشاكل حيدي دابا كسيراتور يلا قيسي دابا الفرنش والوسطاني بشويه. السلام عليكم مدرب السياقه بالغازي شعيب. كما شفتوا في الجزء الاول سائق الجرار اللي سايق في الطريق الوطنيه والعرقله اللي سبب في هذا الطريق، غادي نوضح لكم ثلاثه الاخطاء اللي قام بهم هذا سائق الجرار. اولا المرايات، يعني المرآة ديال اليمين والمرآة ديال اليسار خصهم يكونوا في هذا الجرار باش يعرف العربات اللي جايين من الخلف ويتصرف في المكان والزمان المناسبين، بالخصوص اذا كانت الرؤيه ما واضحاش من الخلف مثلا بسبب الحموله اللي كاينه في المقطوره وتكون مغطيه يعني العلو ديالها اكثر من الجرار. الخطا الثاني خص يفتح طريق العربات في المكان والزمان المناسبين بالانحياز الى اقصى اليمين، لان خصو يعرف بلا في الطريق الوطنيه هي طريق مشتركه منظمه بقانون السير، لكن هنا يكون معذور ويكون هذا الاستثناء في حاله اذا مضطر باش يمشي بالسرعه البطيئه كما شفتوا في الجزء الاول، اما بسبب الحموله مثلا في هذه المقطوره تكون يعني ثقيله او الطريق مرتفعه يعني جا في طلعه او ما عندوش المكان يعني ما عندوش الحمل باش ينحاز الى اقصى اليمين لسبب ما. اذا في هذه الحاله هذه ملزم عليه باش يشعل او يشغل مثلث العطار باش يهدئ الوضع ويعلم الناس اللي من الخلف ان عنده اشكال. الخطأ الثالث وهو خص يوضع علامات الرموركاج كما تتشوفوا في الصوره. هذه العلامه هذه كتكون من الخلف ديال الجرار ومن الامام ديال الجرار. هذه العلامه كتكون الا كانت عندك المقطوره كتعدى فوق 750 كيلوغرام، يعني هنا تتولي قانونيه خصك دير هذه علامات الجرار، او الا كان مجموع الوزن الجرار والمقطوره تفوق 3 طن اونص كتزيد خص يكون عندك بيرمي او بي وبطاقه يعني ديال المقطوره وبطاقه ديال العربه، يعني بطاقتين رماديتين الكارد غريز ديال المقطوره وديال الجرار. في حاله الى عندك اقل من 3 طن ونص ديال الوزن، هنا في هذه الحاله كتسوق غير بيرمي بي ولكن كتسجل المقطوره في الكارت غريز. غادي نوضح لكم اش اللي خص يقوم به السائق، يعني اللي مباشره خلف هذا الجرار. اولا كينبه بالكلاكسون باش يعرف هذا سائق الجرار ان العربات في الانتظار باش يفتح لهم الطريق، بالخصوص الى حسوا مثلا حس هذا السائق غادي يطول المسافه. ثانيا خصو يخلي مسافه الامان بينه وبين الجرار تحسبا لاي لحظه ديال الفران على غفله. ثالثا كتنتبه الاضواء واش كاينه موجوده في هذه المقطوره، وهذه الاضواء هذه راه معروفه السينيال والستوب وضوء المارشاريال، لان في اي لحظه ممكن يقوم بشي عمليه، بالخصوص هذه الاضواء تتكون ضروريه اكثر في الليل باش تعرف كيفاش تصرف مثلا العربات اللي جايين من الخلف يكون عندهم رد الفعل وتكون عندهم الرؤيه لاي عمليه. رابعا مثلا كنتي في الخلف ديال هذا الجرار وكانت القراءه ديالك لهذا الوضع ان كاين اشكال في الطريق، يعني حسيتي بلي راه هذا الجرار غادي يطول المسافه
وبان لك بلي راه كاين اشكال. اذا هنا باش تهدأ الوضع وما تكونش النرفزه العربات اللي جايين انت من الخلف ديالك، هنا كتشعل هذاك مثلث العطب باش تطمئنهم وتقول لهم راه الحاله يعني غير مطمئنه للتجاوز، باش يصبروا شويه. هنا غادي نقول لكم من الناحيه القانونيه شرحتها ديال هاد العلامه ديال الرموركاج كما تشوفوا في الصوره، قانونيا اش من وقت تدار هاد العلامه كما شرحت، ولكن خصنا نعرفوا تقنيا علاش تدار هاد العلامه، تدار هاد العلامه لهذا السبب. السبب التقني وهو فاش كدار العلامه من الخلف ومن الامام، اللي جاي من الخلف باش يقول تيشوف هاد العلامه تيقول ان هاد العربه اللي قدامي عن بعد راه هي مقطوره، يعني مجروره شي حاجه، واللي شافها ومن الامام تيعرف بلي راه كاينه شي حاجه ورا هذيك العربه، يعني كاينه مقطوره، باش يعرف كيفاش يتصرف. هنا الخطوره اللي خصني غادي نوضح لكم، غادي نوريها لكم دابا الان. الخطوره وهي كما تشوفوا في الصوره ان مثلا هذا الجرار ممكن يكون ماشي غير جرار، تكون مثلا كات كار او سياره عاديه ولكن عندها المقطوره. علاش كما قلت لكم تدار هذيك العلامه قانونيا، راك عرفتوا السبب علاش، ولكن تقنيا تدار لان الرؤيه كما تشوفوا دابا من الامام تتبان لكم، تيبان لكم هذا الجرار عادي، وهنا مثلا هذه السياره هذه تشوفوا تدير عن بعد، تدير واحد القراءه تشوف هذا الجرار في حاله الدوران، اما مثلا بغى يدور جهه ديال اليسار او جهه ديال اليمين. هنا القراءه اللي تتكون عنده عن بعد وهو تيحسب المسافه وتيقول بقات لي واحد 300 ولا 400 متر غادي يدور هذا الجرار من الامام ديالي باش يستأنف الطريق ديالو، يعني عندي المسافه الكافيه باش مباشره يدوز غادي يدوز. الخطا اللي تيوقع هنا اللي ممكن يسبب حادث وراه وقع هذا الاشكال هذا، ان فاش ما تتكونش مثلا هاد العلامه الامام ديال الجرار، او ممكن تكون ماشي ما يكونش جرار، تكون كات كات او سياره عاديه وما دايرش العلامه من الامام، هنا القراءه تتكون خاطئه، تيقول غير السياره هذه وحدها فاش كيدور تيصادف كما تتشوفوا هاد المقطوره اللي ما بانتليش من الامام كما شفتوا في الرؤيه. في اللحظه فاش يحسب راه ان غادي يمشي هذا تيتصادف لا سمح الله وتيولي هنا اشكال، تيولي داخل في المقطوره اللي تتبان لكم من الامام، وهنا تيوقع حادث. هل العمليه هذه لا في الدوره ديال اليمين اليسار او في اليمين. الاشكال الثاني والخطوره الثانيه وهي مثلا فاش يكون مثلا جايه عربه، ما تنحددش انا يكون الجرار، اي عربه عندها مقطوره، هنا مثلا تتكون الطريق ضيقه ما واسعاش بزاف، وتيبغي مثلا تيحسب غادي يقول غادي نتجاوز هاد العربه، تتقول غادي نتجاوز هذيك الشاحنه اللي تتشوفوا في الصوره. هنا القراءه اللي تتكون وهو فاش يكون غادي بسرعه مثلا هاد السائق ديال العربه اللي جايه بالمقطوره، تتكون الطريق ضيقه او ما تيكونش الحساب صحيح، هنا في اللحظه فاش يقرب هاد السائق العربه يقدر يضطرب يشوف هذا قرب ليه، اللحظه فاش يبغي يتجاوز يهرب عليه، هنا الى هرب ورجع العربه بحال بهذا الشكل، هنا ممكن هذا ما يكونش شاف المقطوره، اللحظه فاش يبغي يتجاوز غادي يقيسها بهذا الشكل هذا، وهنا غادي يكون اشكال كبير. اذا هادو العمليات اللي شرحت لكم، حاولت نقرب لان التصوير شويه صعيب، ولكن الاهم اللي بغيت نوضح لكم ان من الناحيه التقنيه علاش تكون هذيك علامات الرموركاج لهذه الاسباب، لان دائما الواحد باش يعرف باش غادي يعرف بلي راه كاينه مقطوره بهذيك العلامه، وكاين اللي تيكون دير عنده المقطوره ممكن ما يكونش مركب ديال الامام، يكون مركب غير ديال الخلف او تكون طاحت ليه. اذا انتبهوا
دائما في الطريق حاولوا تشوفوا عن بعد، لان ممكن واحد يتهاون وما يعلقش هذيك علامه الروموركاج، يكون يعني تيقول انا راه فلاح وغنخرج غير من الارض الفلاحيه باش نتحول الارض مثلا اخرى، وهنا ما يكونش داير علامه ديال الروموركاج ولا ما يكونش ضوء، وتكون القراءه خاطئه ويكون سبب لحادث لا سمح الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.